الشباب انه لا قهوة حتى الذي كان فهم مضاعفات قشير مضاعفات متى بسيطه قلقش برشا. بالنسبه للملاحظات اللي لاحظناها انه بعض الخيان الشباب اللي هم دون 40 سنه اللي تلقاو جرعه مودرنا لاحظنا انه هنالك بعض الشكات بعض الاعراض اللي هي اعراض جانبيه والاعراض هذه سببش خطوره فيها شويه قلق صحيح معناته نعرفوا كل الادويه وكذلك التلقيح لابد معناته من مضاعفات جانبيه. كان لاحظنا ان العلامات هذه ما تدومش برشا 3 أيام الاولانيين ومن بعد معناتها الانسان يرجع يعني ادي بالتالي ما يكونش هو عاق للاقدام ولا للتوجه نحو مراكز التلقيح لتلقي جرعات المودرنا. اليوم زاد دعوه مفتوحه للخيين اللي هما من 18 الاقل من 40 سنه التوجه الى مركز التلقيح لاخذ جرعات المودرنا. هذه التلقيح كل الموجود على المستوى الوطني هي تلقيح ناجعه وهي تلقيح مع امنه فاعليه نتاعها مهمه خاصه بالنسبه للحالات الخطيره. ونعرفوا للوضع الوبائي الحقيقه مازال معناتها مش مستقر معناتها كما ينبغي بالتالي لابد من الاقدام على التلقيح والقيام به للحد من العدد. ابتداء من نصف النهار تنقلوا لمركز التلقيح لاخذ الجرعه اللازمه. التلقيح ولا متوفر ومتوفر بكميات مهمه المواطن هو يكفي انه يهز ما يثبت الهويه نتاعو يتنقل لمركز التلقيح لاخذ جرعات اللازمه.